السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي إن شاء الله هنكمل المحاضرة اللي هي الجزء الثاني. الجامينج ريشيو ده عبارة عن ريشيو ما بين الجامينج افريج باور على السيجنال افريج باور. طيب الجي على بي دي بتبقى اكبر من الواحد، باعتبار ان انت بتقول ان الجامينج او الجامينج سيجنال باور بتاعتك اكبر من السيجنال باور، فعايز تشوف السيستم بتاعك مع ذلك قدر يستقبل السيجنال ببرفورمانس اكسبتابل. ولما لو هو قدر يستقبل السيجنال ببرفورمانس اكسبتابل، الجامينج ريشيو دي كانت بكام؟ ليه هتفيدك في ايه؟ علشان المفروض ان ده بيحدد لك الابر ليميت اللي المفروض الجامينج لو بعت الباور دي يبقى ساعتها السيستم قدر ان هو يعمل ريكفر للسيجنال بشكل كويس. انما لو اتعدت الريشيو دي معناها ان السيجنال بتاعتك خلاص ما بقاش يقدر ان هو يبقى immune to jamming effects. جميل، يبقى هي دلوقتي بتحدد لك الابر ليميت اللي المفروض لو الجمر بعد بالباور دي وقتها تقدر تستقبل بشكل كويس. انما لو الجمر اتعدى الريشيو دي او اتعدى الباور دي يبقى وقتها مش هتقدر تستقبل السيجنال بشكل كويس، يبقى انا لازم اعرفه. طب تخيل كده بعد التعريف اللي انا فهمته لك ده، لو انت عندك تو سيستمز وانت عاوز تقارن ما بينهم، واحد السيستم فيه الجامينج ريشيو ب1000 والتاني ب10000، مين فيهم هيبقى افضل؟ جميل، الجامينج ريشيو فيه ب10000. ليه؟ لان ده معناها ان بالرغم من ان الجامينج باور اكبر من النويز باور ب10000 مره، مع ذلك السيستم قدر ان هو يستقبل السيجنال بتاعتك ويعملها عمليه ديتكشن ببرفورمانس معقوله. انما لو الجامينج باور اتعدت ال10000 يبقى وقتها انت ما قدرتش تعمل ايه، تتجنب قوي الايفكت بتاع الجامينج بتاعك او الجامينج اللي ضرب السيستم. طيب ما هو 10000 اصلا رقم كبير، فالجمر هيقدر معقوله يصرف فوق الباور دي، يبقى ساعتها السيستم بتاعه هيكون مور كوست. انما السيستم التاني بقى اللي شغال فيه ان جي على بي ريشيو كانت ب1000، دي معناها ان لغايه 1000 قدر ان السيستم الكوميونيكيتر بتاعك يعمل عمليه الكوميونيكيشن وقدر ان هو يتغلب او يكون اميون تو الجامينج افكتس. انما لو الجمر كبر الباور بتاعته شويه عن الريشيو ده عن 1000، وقتها مش هيبقى خلاص قادر ان هو ايه السيستم بتاعك يستقبل السيجنال ببرفورمانس معقوله. طيب عشان اعمل عمليه استنتاج فانا بقيس السيجنال تو نويز ريشيو، عشان استنتج الجي على بي ببتدي من السيجنال تو نويز ريشيو. الاثبات اللي انا هشرحه ده مش عليكم بس عليكم فهمه، يعني مش هطالبك بالاثبات بتاع الجي على بي ريشيو جه منين، بس عليك ان انت تفهمه ده، بس عشان اخفف عليكم عشان ظروف الاونلاين والكورونا والقصه دي. يعني المهم السيجنال تو نويز ريشيو، طبعا انت عارف ان السيجنال تو نويز ريشيو عباره عن باور على باور. طب ازاي باور على باور وانا قايسه هنا جول على باور سبيكترال دينستي؟ يعني دلوقتي الباست عباره عن السيجنال، الداتا بتاعت السيجنال نفسها اللي انا بعبر عنها بالانرجي بتاعت البت. طب الانرجي بتاع البت وحده قياسها جول. طيب والنويز عبرت عنه هنا بحاجتين، الثيرمال نويز اللي هي النويز الطبيعيه اللي موجوده في اي سيستم، زائد الجامينج باور سبيكترال دينستي. يبقى دي السيجنال الثيرمال نويز باور سبيكترال دينستي بتاع الاديتيف وايت جاوس نويز، ودي الباور سبيكترال دينستي اللي هي بتاعه الجمر. طيب انا ازاي بقسم جول على باور سبيكترال دينستي وبقول عليها سيجنال تو نويز ريشيو؟ الجزئيه دي بس في كذا حد سالني عليها وحبيت بس ان انا ايه اوضحها يعني. طيب الانرجي وحده قياسها جول، والباور سبيكترال دينستي هي وات بير هرتز. طب الاثنين دول ايكويفالنت لبعض؟ تعال نشوف. مش الجول عبارة عن وات في سكند، لأن عبارة عن باور في تايم. طيب والوات بير هرتز مش واحد على هرتز عبارة عن أكني بضرب في سكند، يبقى في الآخر الجول equivalent لوات في سكند، والباور سبيكتر دينستي equivalent هي كمان لوات في سكند. يعني الاتنين دول خلاص بقوا من الاتنين دول يخلوا السيجنال تو نويز ريشيو يونيتلس، فأكنها equivalent للسيجنال تو نويز ريشيو.
طيب لو انا عاوزه اقيس فعلا سيجنال باور على نويز باور، مش انرجي على باور سبيكتر دينسي، يعني لو انا عايزاها فعلا باور على باور، فانت هتحول الانرجي دي لباور. طب ازاي هتحول الانرجي لباور؟ الانرجي عباره عن وات في سكند، فلو ضربتها في ريت، الريت عباره عن ايه، اكنه هرتز يعني او بيت بير سكند، يبقى اكنك دلوقتي قلت ايه، جول بير بيت. ما هو الجول ده اكنها بتقاس للبيت الواحد، يبقى جول بير بيت، في بيت بير سكند، يبقى كأنك في الآخر أخدت إيه؟ جول بير بيت، جول بير بيت، يبقى واحدة كويس الانرجي دي جول للبيت الواحد. لو ضربتها في الريت، الريت عبارة عن إيه؟ بيت بير سكند، يبقى أنت ضربت جول بير بيت في بيت بير سكند، يدي لك إيه؟ جول بير بيت في بيت بير سكند، يدي لك جول على السكند. جول على السكند دي اللي هي عبارة عن ايه؟ الوات. يبقى جول على السكند اللي هي عبارة عن الوات. طيب والباور سبيكترال دينسي وقتها بقى ممكن ما تعملش مع باور سبيكترال دينسي وتعمل مع الباور. يبقى السيجنال تو نويز ريشيو ايكويفالنت ل انرجي على باور سبيكترال دينسي او ايكويفالنت ل انرجي مضروبة في الريت على النويز باور. جميل. طيب المهم خلينا بس نكمل الاثبات اللي احنا بنقول عليه، مش هنطلقكم بيه ده، بس عاوزينكم تفهموه يعني، عشان ما تيجي تفهموه الايكويشنز اللي انا هجيبها دي دلوقتي دي كلها هنحتاجها في حل المسائل. فانت مطالب بالايكويشنز بس مش مطالب الديريفيجن نفسه جه منين، بس الايكويشنز نفسها مطالب بيها عشان المسائل. طيب هنا بنقول assuming ان الجامينج باور اتوزع بشكل متساوي على السبريد سبيكترم باندويتس، يعني استخدمنا انهي ويف فورم، الويف فورم اللي هي الاولى اللي هي دي اللي فيها بوزع جامينج باور على ال WSS كلها اللي هو بخلي فيها الباور سبيكتر دينسيتي قليله. طب وهنأسيوم ان الجينو دي او الباور سبيكتر دينسيتي بتاع الجمر كانت اكبر بكتير من الثيرمال نويز باور سبيكتر دينسيتي اللي هي الاديتيف واي جاوس نويز باور سبيكتر دينسيتي اللي هي الان نود. فلو الترم ده اكبر بكتير من ده، يبقى اكن الان نود دي ايه، اكنها مش موجوده معانا، يبقى السيجنال تو نويز ريشيو عباره عن الجول على الوات بير هرتز اللي هو باور سبيكتر دينسيتي. طيب الاي بي الانرجي بتاع البيت هي عباره عن ايه، الوات في السكند اللي هو يدي لك الجول، يبقى الاي بي عباره عن بي في تي بي. طيب والجي نود اتفقنا ان انت بتوزع الجي بشكل ايكوالي اوفر ال WSS اللي هي السبريد سبيكتروم باندويتس، يبقى وقتها الجي نود عبارة عن جي على WSS. طيب مع شوية اختصارات، يبقى قلت هنا ال تي بي عبارة عن واحد على ار بي، وبعد كده قلت طلعت ال WSS دي فوق ونزلت البي تحت، فبالتالي هاخد الجي على بي اهي اللي انا بدور عليها واحطها في طرف لوحده، يبقى هي عباره عن دبليو اس اس على الار بي على اي بي على جي نود. طيب الكلام ده احنا اتفقنا قبل كده في الفيديو اللي فات ان دبليو اس اس على الار بي اللي هو الكبير على الصغير، الباندويتس الكبير على الباندويتس الصغيره، حاجه اسمها بروسيسنج جين، على الاي بي على جي نود. جميل. واتفقنا ان كل ما كانت الجامينج ريشيو دي كبيرة، كل ما السيستم كان قادر ان هو يقف او يبقى مور اميون تو جامينج افكتس. ماشي. ازاي بقى الكلام ده بيتم؟ ده اللي هو كان وضحناه الفيديو اللي فات، وان شاء الله برضو هيتم توضيحه بقيته في الفيديو ده. طيب ممكن تقيس الجامينج ريشيو بالدي بي عن طريق انك حولت الايكويشن دي للدي بي، طبعا الدي بي عباره عن 10 لوج القيمه. الجامينج ريشيو ممكن برضو اعبر عنها بدل ما اقول في المقام اي بي على جي نود، ممكن برضو اعبر عنها ب اي بي على ان نود. تمام. طيب هنا اكزامبل بنقول عندنا دايركت سيكونس سبريد سبيكترم كوميونيكيشن سيستم، البيت ديوريشن ال تي بي ب 4.095 ملي سكند، والتشيب ديوريشن ب 1 مايكرو سكند. احنا اتفقنا طبعا ان التشيب بيبقى هاير داتا ريت، وبالتالي التي سي بتاعته بتبقى اقل من التي بي. والاي بي على ان نود كانت ب 10، وهو عاوز الاي بي على ان نود ب 10 عشان يحافظ
probability of error بتاع السيستم تكون يعني موجودة بشكل معقول، يعني أقل من 10^-5. find the corresponding jamming ratio، comment على الريزلت. الحل بتاعنا هو عاوز الجامينج باور أو جامينج ريشيو، فعبارة عن بروسيسنج جين على اي بي على ان نود، ومعانا عاوز يجيب البروسيسنج جين طبعا عشان يعوض هنا، لأنه given الاي بي على ان نود، اي بي على ان نود given ب10، وعلى فكرة دي يونيت ليس، لو هي كانت دي بي كنت احطها هنا بالدي بي، وطبعا الايكويشنز دي بتبقى يونيت ليس، جميل، بتبقى ريشيو عادية. المهم البروسيسنج جين عبارة عن تي بي على تي سي، يعني عبارة عن ده على ده، فبيساوي الرقم اللي هو 4095. انا بس عايزة افتكر معاك حاجة، ان الجي بي اللي هو بروسيسنج جين دي معناها ان السيجنال بعد ما حصلها سبريدنج شغلت باند ويدث اكبر 4095 مرة من السيجنال قبل ما يحصلها عملية سبريدنج، جميل، ده الفيزيكا مينج بتاعها. المهم ان الجامينج ريشيو عوضت هنا في القوانين، دي خلاص ب 4095 ودي على 10، دي 409.5. فيزيكال مينج بقى اللي هو الكومنت على الريزلت، هتعرف نفس التعريف بتاع الجي بي بس بالارقام، بمعنى هتقول الكومنت بتاعك ان بالرغم من الجي على البي او الافريج نويز افريج جامينج باور كانت اعلى من الافريج سيجنال باور ب 409.5 مره، مع ذلك السيستم قدر يستقبل السيجنال بتاعتك بروبيلتي اوف ايرور باقل من 10^-5، يعني اكسبتابل، يعني كان مور اميون تو نويز. انما لو كان الجامر بقى قدر ان هو يعلي الباور بتاعته بحيث يخلي الريشيو دي اكبر من 409.5، وقتها بروبيلتي اوف ايرور هتكون اكبر من 10^-5، بالتالي السيستم هيحصل له بيرفورمانس ديجريديشن، والكومنت احنا كاتبينه لك تحت اهو. طيب ده عبارة عن البلوك دايجرام بتاع الدايركت سيكونس سبريد سبيكتروم، احنا اخدناه قبل كده في اول شريحة في الفيديو اللي فات، اللي هو كنا بنشرح فكرة يعني ايه ان الدايركت سيكونس سبريد سبيكتروم بيعمل عملية سبريدنج بشكل انستانتينيوسلي او بشكل لحظيا، قلنا عن طريق ان هو بيستخدم عملية مالتيبليكيشن في الترانسميتر، بيضرب الانفورميشن بتاعتك في كود، ودي بتبقى عبارة عن بولر فورم، يبقى هي جاية لك سيكونس بي كي زيروس وانس، حولتها البولر يعني 1 وماينس 1، وضربتها في الكود اللي هو جاي لك من بي ان كود جنريتور، وهنتكلم عن البي ان كود جنريتور، وبعد كده هو كمان في البولر فورم يعني 1 وماينس 1 بس هاير داتا ريت عن انفورميشن، وهاير داتا ريت بالريشيو اللي انت عاوزها تبقى موجوده في البروسيسنج جين. بعد كده عمل لك سبريدنج للسيجنال، راحت جوه للشانل، للشانل اضاف لها نويز واضاف لها انترفيرنس واضاف لها جامينج، بعد كده استقبلت السيجنال ضربتها في نفس الكود اللي انت كنت مستخدمه هنا في الترانسميتر برضو بولر فورم، وبعد كده حصلت على سيجنال. بعد كده هنشرح الجزء ده دلوقتي بالتفصيل بالاناليسيس بتاعه. طيب تعالى بس قبل ما نبتدي في شرح الجزء البلوك دايجرام ده، نقول واي ذا نيم سودو راندوم نويز. بي ان دي اختصار لحاجه اسمها سودو راندوم نويز. راندوم نويز هو ده مش كود، والكود ده المفروض ان هو موجود بشكل ديترمينستيك، ليه متسمي راندوم؟ راندوم ليه؟ راندوم للناس اللي مش عندها الكود ده، يعني دلوقتي الكود ده موجود في الترانسميتر وموجود في الريسيفر، فهو ديترمينستيك بس يبان راندوم. فاكر الكود اللي انا كنت مديهولك في الاول خالص، اللي هو بقولك في الشريحة الأولى دي كنت مديهولك ازاي؟ 1011 ده المفروض، طبعا احنا بنتكلم، لو احنا بنتكلم في الحقيقة فما بيكونش البروسيسنج جيم بأربعة بس، لأ ده بيكون ايه بشكل اكبر من كده. المهم أربعة ده بس مثال للتوضيح. فالمهم ان البي ان كود ده بيبقى باين لك، باين للناس ان هو خارج بشكل عشوائي، او باين للي ما يعرفش ان هو خارج بشكل عشوائي، انما ده في دواير بتعمل له عمليه جنريشن، كنت احب ان انا اديها لك بس برضو يعني خلاص هنخفف من عليكم، مش هديكم ازاي الكود ده بيحصل له عمليه جنريشن، بس المهم عاوزاك بس تفهم ان الكود ده لكل بت بيتعاد مرة تانية زي ما شرحناها في الأول، واللينس بتاعه اللينس بتاعه كل ما كبر كل ما عملية السبريدنج تمت بشكل أكبر، كل ما البروسيسنج جين كبر. المهم إن هو الكود ده يبان لك سيكونس من الزيروس والوانس طلع بشكل عشوائي، بس هي أصلا مش عشوائي، هي ديترمينستيك بس
مقصودة ان هي تطلع بشكل عشوائي علشان مفيش حد يقدر يسرقها او يتعرف ايه عليها. فبالنسبة لك انت مش راندوم لان انت اللي عامل الديزاين، انما بالنسبة للناس التانيين او خارج الكود نفسه يبان شكله ان هو راندوم. طيب ليه تسمى نويز؟ لان هو المفروض ان هو يعني يبان ان هو نويز، يبان ان هو نويز للناس اللي هم ما يعرفوش، انما ليك انت لا مش نويز، ده هي ايه معروفة ومدروسة خلاص. يبقى هي is it really random؟ هي مش random، هي deterministic بس تبان شكلها ان هي random. جميل. طيب دلوقتي التوبيك اللي هنتكلم فيه هو ازاي السيستم بقى اللي احنا بنتكلم عليه ده البلوك دايجرام ده بيخلي الدايركت سيكونس مور immune to jamming effects. طيب دلوقتي انت عندك ال M of T دي عبارة عن ايه؟ مش حاصل ضرب B of T في C of T، يبقى هي B of T في C of T. ال received signal مش هي ال M of T وتجمع عليها ال noise اللي هي ال interference مع ال noise مع ال jamming. جميل. يبقى ال R of T عبارة عن M of T plus ال I of T. طيب ال Z of T عبارة عن R of T ضربتها في الكود، فال R of T لما اجي اضربها في الكود هيطلع لك الناتج بالشكل ده. اتفقنا ان الكود ده لازم يكون بولر. يعني ايه بولر؟ يعني 1 وماينس 1. فالسي سكوير لو هي 1 يبقى سي سكوير ب 1، ولو هي ماينس 1 يبقى الماينس 1 سكوير ب 1. يبقى الترم ده اللي هو سي سكوير لو كان السي اوف تي ده اللي في الريسيفر سينكرونايزد مع السي اوف تي ده اللي هو بتاع الترانسميتر، يبقى السي اوف تي ده مضروب في ده هيجي لك السي سكوير. يبقى لو كان السينكرونايزيشن متحقق ما بين الترانسميتر والريسيفر بحيث ان ده هو بالظبط ده من غير اي دليل ما بينهم من غير اي حاجه، يبقى ساعتها السي سكوير هيبقى ايكوال 1، يبقى ده الترم ده بكام؟ بواحد. طيب زائد اي اوف تي مضروبه في السي اوف تي، النتيجه دي هتدي لك في حاله البرفكت سينكرونايزيشن زي ما قلنا الريزلت دي. الريزلت دي اللي هي الزد اوف تي هتبقى عباره عن ترمين، ترم الريكوايرد سيجنال اللي هو اسمه بي اوف تي، والترم الثاني عباره عن الاي اوف تي حصل لها عمليه سبريدنج. ايه ده تاني كده؟ اي اوف تي حصل لها عمليه سبريدنج، دي معناها ايه؟ ان الباور سبيكترال دينسي بتاعه الاي اوف تي هتنزل بليفل قليل جدا، ممكن كمان تنزل بليفل تحت ليفل النويز. ازاي يعني؟ يعني بالظبط ركز معايا بقى في اللي انا هرسمه لك ده عشان تفهم الكونسبت بتاع ازاي سبريدنج سبيكترم بيتغلب على الجامينج افكت. بص لو انا عندي من الترانسميتر الاوريجينال سيجنال باند ويدث كانت نارو باند بالشكل ده، ايه اللي بيحصل عند الترانسميتر؟ بيحصل عمليه سبريدنج، فبتتحول لسبريدد سيجنال بالشكل ده وبتتنقل في التشانل. التشانل بتضيف لها جامينج سيجنال وانترفيرنس سيجنال ونويز، فلو الباور سبيكتر دينستي بتاعتها كبير بالشكل ده فانت متوقع ان طالما الباور سبيكتر دينستي كبير ان هو هيأثر على البرفورمانس. طيب في حاله الفريكوانسي هوبينج كنا بنقول ان بيضرب جزء من السيجنال. طب تعالى كده نشوف بقى في حاله الدايركت سيكونس سبريد سبيكترم ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان عند الريسيفر لما تيجي تستقبل الشكل ده، الشكل ده بقى هنا اسمه ايه؟ جميل. الشكل ده كده اسمه R of T، يبقى الشكل ده كده اسمه R of T اللي هي اللي انت خارج واخدها خارج التشانل. جميل. طب في الريسيفر بقى بعد ما تدخل R of T دي الريسيفر ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انت هتحصل على الزد of T، يبقى الشكل ده عبارة عن الزد of T. طب لما خدت الزد of T ايه اللي حصل؟ اللي حصل انك لقيتها عبارة عن جزئين، جزء ال B of T اللي هي السيجنال الاوريجينال، والجزء التاني عبارة عن I of T في السي اوف تي. الاي اوف تي اللي هو الجامينج لما اتضرب في السي اوف تي حصل له هو عمليه الكونفوليوشن، سوري الكونفوليوشن في فريكوانس دومين يعني سبريدنج، سوري كونفوليوشن في فريكوانس دومين فعلا يعني سبريدنج في الفريكوانس دومين. طب ما سبريدنج ده معناها ايه؟ ان الريزلت دي هايله جدا على فكره. يعني الريزلت دي معناها ايه؟ معناها ان الجزء اللي انت هتاخده محتاج بس فلتر عشان تاخد البي اوف تي وتعمل ريجكت للجزء ده، فلما تاخد الفلتر هيبقى الخارج بتاعك هو ده. طب هو ده ما تأثرش بالجامنج؟ لا اتأثر طبعا بجزء من الجامنج اللي هو واقع في نفس الباند ويدث بتاع الفلتر، بس تأثيره هيكون زي الجامنج اللي هو جه في الـ في الـ في الـ في ال R of T. يعني الجامنج كان جاي في R of T كان كبير كده، شوف تأثيره قل ازاي، فانت وزعته اخدت جزء من المتوزع الصغير بس. يبقى كده ال دايركت سيكونس سبريد سبيكترم بالرغم من كان جاي له جامينج باور وباور سبيكتر دينسي كمان كبيره، بس قدر يتغلب عليها ويموتها بقى، يموتها في الريسيفر، وبالتالي بعد ما تعدي على الفلتر يبقى التاثير بتاع الجزء الصغير ده
قليل مش عالي، وبالتالي بقى الـ direct sequence spread spectrum more immune to noise أو interference effects. على فكرة الحتة دي مهمة. الفلتر طبعا مستخدم اللوباس فلتر، وده بيتمثل في الرسمة. يعني ارجع للرسمة كده، الانتجريتور، وبعدها بنحط الديسيشن ديفايس علشان يحكم الكم بعود 0 ولا 1. وبكده يبقى انت استرجعت الداتا بتاعتك اللي هي الاوريجينال اللي هي البي كي. طيب هنا بقى بنشرح ازاي الدايركت سيكونس ممكن نستخدمه في المالتيبل اكسس تكنيك. هنا البلوك دايجرام ده بيبين استخدام الدايركت سيكونس في السي دي ام اي. الكونسبت بتاع الدايركت سيكونس نفسه هو زي المشروح في البلوك دايجرام اللي فات. يعني بص الكونسبت هنا، الداتا بتاعتك اللي كنا مسمينها بي اوف تي، ودي الكود بتاعك اللي كنا مسمينه سي اوف تي، حصل الضرب اللي كنا مسمينه ام اوف تي، وصل للريسيفر اسمها ار اوف تي، اتضربت في الكود اللي هو سينكرونس مع الكود اللي كان موجود عند الترانسميتر. وبعد كده عدناه على اللوباس فلتر هو بيتمثل في الانتجريتور، وبعده الستيشن ديفايس اللي هو بيدي لك شكل الاوتبوت اللي هو يقول لك انت كان الاوريجينال سيجنال دي كانت 1 ولا 0 بالظبط. طيب الكلام ده بس احنا قررناه على كذا يوزر، ام من اليوزرز عشان يبقى اكسس كذا يوزر بيستخدموا السيستم بيشيروا نفس الكوميونيكيشن ريسورس. طب الام يوزرز اللي هم هيستخدموا دول، المفروض الاكواد لكل يوزر يونيك كود خاص بيه، وكل اليوزر بيستخدم اورثوجونال كودز على بعض. لو الاورثوجونالتي كانت تمت بنسبه 100% يبقى انت حصلت على ايديال سي دي ام اي سيستم، لان هنا مش هيمثلوا انترفيرنس على بعض. انما لو الاكواد دي ما كانتش اورثوجونال بشكل كبير، يعني كانت يعني كان الكروس كورليشن ما بين الاكواد وبعضها ما كانش بيساوي زيرو، لان احنا عارفين الاورثوجونال معناها ايه، معناها ان الكورليشن ما بينهم بزيرو. طيب او الانر برودكت بتاعتهم بزيرو. طيب على فكرة حتة الكورليشن دي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنوضحها بشكل افضل لما نيجي ناخد الامثلة على الـ direct sequence split spectrum CDMA. بس المفروض ان المعلومة عندك ان دلوقتي الاورثوجوناليتي معناها ان الانر برودكت بتاع الاكواد دي بيساوي زيرو. فلو كانت الكورليشن ما بينهم ده او الانر برودكت لا يساوي زيرو، فمعناها ان هما ممكن يمثلوا انترفيرنس على بعض، ووقتها يمثلوا جامينج. فاكر لما عرضنا الاسبوع اللي فات الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت السي دي ام اي اوفر تي دي ام اي والاف دي ام اي؟ كنا قلنا من ضمن الديس ادفانتج بتاعت السي دي ام اي ان الانتي اللي هي السيلف جامينج، ان هو عدد اليوزرز لو زاد، وطبعا براكتيكالي صعب انك يعني تحصل على الاورثوجونال كود بالريكويرمنتس اللي بيطلبها السيستم، فوقتها ممكن طالما دول الاورثوجوناليتي كانت تم بنسبه 100% ان هم يمثلوا انترفيرنس على بعض، يعني اليوزرز دول نفسهم اكنهم هم الجامر. طبعا الجامينج ده مش مقصود، يعني مش جاي لك من سيستم بره وقصد ان هو يعمل لك كوربت او ديسربت لعمليه الكوميونيكيشن، بس في نفس الوقت هو جامينج ما بين اليوزرز بتاع السيستم الواحد، عشان كده اسمه سيلف جامينج. جميل. فاحنا دلوقتي هندرس الكباسيتي بتاعه السيستم ده في حاله وجود السيلف جامينج. يبقى السيلف جامينج ده غير مقصود، بس ده جاي نتيجه عدم الاورثوجوناليتي ما بين الاكواد المستخدمه في السي دي ام اي سيستم. طيب النمبر اوف يوزرز هنرمز له بالرمز ام اللي هو ده بيرسل. يعني بص سيبك من حكايه بيرسل دي دلوقتي، لان دي هتوضح اكتر في الجزئيه بتاعه الجي اس ام اللي هو في الشابتر اللي بعد كده. بس خدها دلوقتي ان دول عدد اليوزرز اللي بيستخدموا في السي دي ام اي سيستم. طيب المهم احنا كنا عارفين ان الاي بي على الان نود او الاي بي على جي نود اللي هي الانرجي بير بت، على الجي نود اللي هي الباور سبيكتر دينسي بتاعت النويز. اتوصلنا ليها في السلايدز اللي فاتت ان هي عباره عن بروسيسنج جين على الجامينج ريشيو. طيب انا طلعت البي هنا فوق في البسط. طيب وقلت هنا هاسيوم بالانسد ريسيفد باور فور ايتش يوزر. دي معناها ايه؟ دي معناها ان الباور اتوزعت يعني كل يوزر اخد بي من الباور، يعني اليوزر ده بي من الباور، اليوزر ده بي من الباور، بي من الباور، بي من الباور، ف
فالجامينج اكسكلود اليوزر اللي انت مثلا لو انا بتكلم ان انا intended اليوزر ده، اليوزر ده هو اللي بعت الداتا بتاعته وانا بستقبل اليوزر بتاعت الداتا ده، فكل اليوزرز التانية اكنها بعت باور عبارة عن n minus 1 لان انت اكسكلود خلاص اليوزر ده، يبقى كل دول الباور بتاعتهم عبارة عن ايه؟ m minus 1 في البي. يبقى انا هنا اعتبرت ان اليوزر ده الباور بتاعته بي، واليوزر ده بي، واليوزر ده بي، واليوزر ده بي، فكلهم هنا ايه؟ بي. طيب فلو انت عاوز تمثل الجامينج باور، فالجامينج باور احنا قلنا ده سيلف جامينج. سيلف جامينج يعني كل دول الباور بتاعتهم بيتأثر لك على ده، يبقى الباور بتاع دول كلهم هيأثر على ده، والباور بتاع دول كلهم عبارة عن ايه بقى؟ m minus 1 لانك اكسكلود اليوزر الاساسي مضروبة في البي. يبقى انا بقول assuming balanced received power for each user، طبعا انا بتكلم على received power، البي دي اللي هي received power، بس انا هنا معتبر ان مفيش attenuation حصل، فكلمة transmitted power هي received power عشان بس التسهيل يعني في equations. طبعا لو في هنا بس loss يبقى هيتضاف هنا للـ equation. المهم consider the jamming here is self jamming، يعني signal of other users in the same CDMA system، هم اللي بيمثلوا عملية الايه؟ الجامينج. وعشان كل يوزر الباور ريسيفت بتاعته عبارة عن بي، يبقى كأن الجامينج باور في الكيس دي اللي هو السيلف جامينج عبارة عن ام ماينس 1 مضروبة في البي. طيب ال اي بي على جي نود في الكيس دي اللي هي دي، شلت من هنا الجي وعوضت عليها بام ماينس 1 في البي، البي راحت مع البي، يبقى جي بي اللي هو بروسيسنج جين على ام ماينس 1. ومن هنا استنتجت عدد اليوزرز اللي ممكن السيستم ده يتعامل معاها من غير ما يحصل مشاكل او على حسب التأثير اللي هو بتاع الجامينج، ساعتها يطلع بالإكويشن دي. فلو انت حافظت على ان اليوزرز يكونوا بالرقم ده، يبقى ساعتها تأثير الجامينج كان بي نيجلكتد، انما لو كبرت عدد اليوزرز عن الرقم ده يبقى الجامينج افكت او السيلف جامينج هيبتدي ايه؟ يظهر. ودي كانت disadvantage اللي كانت مكتوبة في التيبل بتاعة المحاضرة بتاع الأسبوع اللي فات. طيب أنا هكتفي بالقدر ده الأسبوع ده، بس بقية التوبكس إن شاء الله نشرحها الأسبوع اللي جاي، وبقية التوبكس دي هتكون ضمة شكل الأكواد اللي هي ممكن ما تبقاش أورثوجونال أو تبقى أورثوجونال إزاي، بنشوفها إزاي، يبقى ايه شكل الاكواد اللي بتستخدم في الدايركت سيكونس، وسولفد اكزامبلز على دايركت سيكونس دي ام اي. ان شاء الله هنكملها المحاضره اللي جايه، وبرده باذن الله المحاضره الجايه نخلص الشابتر بان احنا برده نكمل الفريكوانسي هوبينج. احنا لو انت ذاكرت المحاضره دي كويس ان شاء الله المحاضره اللي جايه هتكون يعني بيزكس عندك تكون اتأصلت خلاص، والمحاضره اللي جايه ان شاء الله هتبقى عباره عن سولفد اكزامبلز وتوضيح للفريكوانسي هوبينج، فهتكون سهلة بإذن الله. على فكرة الشابتر ده سهل جدا جدا وانتوا بتحبوه قوي، وأسئلته تقريبا بتتقفل يعني سواء الشيت أو في الامتحان، لأن زي ما انت شايف كده هو كله فيزيكال مينج وكله مستنتج من بعضه، ومسائله بتبقى سهلة جدا جدا. وان شاء الله مسائله احنا أخدنا جزء من المسائل في المحاضرة دي، وان شاء الله محاضرة الأسبوع اللي جاي نكمل المسائل بتاع دايركت سيكونس ونكمل على التوبيك بتاع الفريكوانسي هوبينج. يبقى كده بإذن الله الشابتر ده يخلص الأسبوع اللي جاي. لو عندك أي استفسار ابعت لي، راسلني وراسلنا يعني كلنا متاحين، وأي جزء ما فهمتوش عيده مرة واتنين وتلاتة، ما فهمتوش تاني راسلنا وإن شاء الله نوضحه لك بشكل مختلف. السلام عليكم.